السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير. شرب العافية. محمد العتيبي هاوي الطبخ الشهير في الطايف. شلونك؟ حياك الله يا مرحبا. طيب كيف حالك؟ والله بشرك الحمد لله. كيف الحال؟ والله بشرك. أنا يوم قالوا لي يوم قلت لهم أبي سليق قالوا روح لمحمد العتيبي أزين واحد يزين سليق. تحت أمرك. الطايف فوق الأمر. أبشر. السليق وشو؟ السليق هو باختصار رز ولحم بطريقة مختلفة شوية بسيطة جدا. نحط اللحم في القدر ونحط الموية طبعا بوزنية نخليه نص ساعة يطبخ. بعد نص ساعة تقريبا هذه نبدأ نحط الملح إلى حد ما يوصل وزنية الملح مع الموية. بعد كذا نطلع اللحم. سلام. ابي اطلع على اللحم نحط الرز بعدها مرة ثانية ونضيف عليها الإضافات هذه حقت السليق الطائفي. أنا ابي اطلع على اللحم. تفضل. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. اي هذا اللحم خلنا نشوف هذه وش سر حب اهل الطائف للسليق. والله تقدر تقول هي الاكله المفضله عندنا. لها عده مزايا. سهله الهضم هي اكثر شيء فعلا. طبعا اللحم نفس اللي نحط مع الرز. لا بس نفس المكونات حقتها خفيفه. يعني يكون الرز يعني حبه واقفه شويه. سهل الهضم سريع جدا لدرجه انك يمكن بعد ساعه ساعه وشويه تشتهي اكل. يعني بالولايم ولا بالمناسبات ولا بالاعراس تحطون المفاطيح ولا تحطون السليق؟ السليق. السليق السليق الغداء. سليق غداء. وفي العشاء يحطون اما بخاري ولا كابلي ولا مندي ولا يعني هذه الوجبه الرسميه رقم واحد عندكم. اغلب الناس في الزواجات في الاعراس وفي الدنيا هذه ما يسوون الا السليق. طيب غداء. يلا يا اخوي انا الريحه بصراحه تحت نفسي. ايش تبيني اسوي؟ سلمني. شوف الملح. شوف الملح. ما راح اعرف. اذا طعمت ملح علمني. طيب. حسيت ملح ولا لسه باقي؟ والله ما ادري يا اخوك. انا اعرف اكل بس اكثر من كذا لا. فيه الملح ولا نزوده خفيف اذا بالي زياده. يلا لفه بس على القدر. ايوه يا سلام مهند يزين سليم. ايه ممتاز. وش الاكلات الشعبيه المشهوره بالطائف الحين؟ والله اكلات كثيره منها افضل طبعا اللي معروفه السليق. غيره؟ غيره فيها المندي فيها المضبي. والله تقدر تقول من الوالد الله يطول في عمره. آمين. كان دائما أغلب الوقت يأخذ إذا كان في عشاء إذا كان مع زملائه إذا كان مع أصحابه. ويجيني تعال شوف وش نسوي وش ما نسوي. فكنت ألاحظ أدقق مع كثرة الطبخات اللي يسويها. لقط الهواية. إيه قلت خلينا نجرب. بدينا أحب واحدة واحدة. ما في موقف معين كذا. سويت إلا. إيه. الموقف المعين إنه بس صار بعد العشاء. إيه. والقدر الحمد لله كان فيه شوية مرقة لكن باردة. إيه. فأبجلس على طول في القدر. يا إلهي. هذا هو أطرح موقف الدرجة. راح الأكل وراح العشاء. لا لا ذا بعد ال. بعد العشاء. إيه بعد العشاء. طيب انا شايف هنا في عندك رز وشايف عندك حليب وشايف عندك اشياء متى بتبدا تستخدم مكونات هذا وش تطبخ اللحم لحاله؟ ايه نطبخ اللحم لحاله ونملحه لين ما ياخذ طبعا وزنيه اللحم مع المويه. لازم تكون لان اللحم معروف طبيعي انه ياخذ قفايته من اللحم. صح. لكن المويه اذا زادت اذا زاد ملحه تاثر في الرز. باقينا ان شاء الله نقول ان شاء الله كذا حق 10 دقائق. طيب ورا ما تخليني اكمل. تفضل. هنا تفضل وتشوف انت وش تحتاج تسوي هناك. لا. لانه بصراحة يعني نفسها يقول طب في القدر. احنا الحين الطريقة هذه نستخدمها بس عشان نشوف اللحم استوى ولا لا. تقريبا اللحم استوى تماما ان شاء الله. يلا بسم الله. بسم الله. طبعا احنا نسيت اقول لك على شيء. وش هو؟ عطني. اللي هو افضل شيء للسليق عندنا انك تخليه تفصيل الذبيحه قوايم. قوايم؟ اي قوايم. قوايم وش يعني؟ اللي هي قايمه كامله. اوكي اوكي. القايمه نفسها. ها الحين نحط الرز. الرز له طريقه. وش هي؟ اعطني الكبش. الوشو؟ الكبش هذا. ايوه حطها لي بهذا الطريق كذا. ليش؟ عشان لو سويت به كذا اللي جنبه يتاثر من المرقه. لكن بالطريقه هذه بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. ايوه
الحين ان شاء الله ان المرقه موازنه معي. انا بديت اكل جزر والله ما تقدر اصبر، يا خلص الرز الان يا بفرم بالجزر اللي باقي. لا هالحين هذا يلا. على طاري محمد، انا لي زميل من اهل الطائف بس انه معانا في الرياض، انا سالته عن السليق وما السليق، قال لي تصدق مهند حتى في طبخه السليق الشخصيه لها دور. لها دور. هذه هي الشخصيه حقت السليق؟ والله تختلف، احيانا تكون شخصيه زي كذا احيانا إيه تقدر تقول إيه. واحيانا يكون لا اذا كان عليك ضغط عمل يعصبون الراس. طيب ليه وش فكره الشخصيه في الطبخه؟ ما فهمتها. يعني زي ما تقول ديزاين او ديكور او فيها شخصيه. لا بس ما تصلح بالعقال، انا اوريك. ها وشلنا العقال. ايوه يلا. انا اليوم عايش الدور، عايش الدور، الدور. السليق اللي بينوكل اليوم من ايدي انا ومحمد. جيبوا لنا السليق يا جماعه نهائيا. قبل ما يستوي الرز ان شاء الله فيها السمن، السمن البري. ايه؟ هذا عندنا اذا كان موجود ما نحتاج شيء، ما نحتاج لا قشطه ولا حليب. يا ساتر يا رجل طابخ انت، وليمه للطايف كله. بسم الله. وش سر الحليب؟ وش بيسوي للاكله؟ يعطي نكهه، يعطي نكهه. بس ما اشوفه زي السليق اللي اخذه من المطاعم يا رجل. قلت لك انا اللي اخذه لا لا سريلاك او مرقه. لا 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 يعني شوفوا كلنا طلعنا بر قبل كذا وطبخنا وسوينا، لكن انك تغوص بالمعمعه هذه كذا والاكله الشعبيه الاولى في الطائف هذا شيء جديد بالنسبه لي. عطني الصحن. يلا. هذه الحينه نحط اللحم. بجرب والله جدا. ما تقدر خذ راحتك. حتى توزيع مختلف، حتى توزيع اللحم له طريقه. الله الراس. الله ساعدك بشيء ولا امورك تمام؟ ما شاء الله ما شاء الله. لازم نذوق. نذوق بالعافية. كذا الان صار منظرها النهائي بالنسبه للصحن الاول يا محمد. خلاص ان شاء الله هذا منظرها النهائي. في السليق الطائفي لابد ان الرز يبقى مرحله قاسي شويه. ايوه قاسي شويه، ما يوصل لمرحله الليون الكامل. يا اخوي قبل لا تسوي اي شيء اصبر خليني بجرب اذوق. جرب بعدين زي نص. جرب بسم الله. اللحمه لينه والله ما هي بقاسيه مثل ما توقعت. ذوق بس مع الرز وشوف كيف. محمد حريص علي. طيب يلا. فعلا لذيذ. خليني اقول لك وش لاحظ. تفضل. اول شيء ما هو زي المطاعم اللي نشوفها يكون جاي زي السريلاك. ايه اللحم جدا لين، نكهته حلوه، حتى الرز نفسه السريق نكهه السمنه باينه فيها بصراحه. إيه؟ اعطتها جو ثاني، لذة ثانيه. ما ادري عاد هو السريق كذا الطائفي هو ممتاز. إيه؟ ولا شغل يدك الله اعلم. لا هذا هو ذوقك الاحسن. عموما كانت هذه هي جولتنا لاستكشاف الطائف، اشياء كثيره عرفناها ثقافيا تاريخيا ودينيا وحتى بالعشاء والاكل. عموما المره الجايه راح يكون في عندنا كالعاده مشوار جديد حول المملكه. قبل لا تروحون تفضلوا.